كما ذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذه المناسبة، ذكر بالرسالة التي بعثها الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بتاريخ 20 من ديسمبر 2020، والتي جدد فيها العاهل المغربي ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. وجدد الملك بصفته رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، جدد التأكيد على أن المغرب لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لمدينة القدس الشريف كأرض للتعايش والسلام، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للمدينة المقدسة واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك. صاحب جلالة للجنة القدس.